قال الله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. هذه آية وعظية، ونريد أن نقول في آخرها إنه ما يوجد أحد إلا وفي قلبه رغبات يتمنى تحقيقها من الشهوات، من النساء، الخمور، سائر المحرمات، لكن المتقي يمنعه من الحصول على هذه الشهوة خوف الله، وغير المتقي لا يوجد هذا المانع عنده فيقتحم محارم الله ويأتيها. والمتقي وغير المتقي كلاهما سيأتي عليه يوم يحال بينه وبين كل شيء، ألا وهي الساعة التي تفارق فيها روحه جسده. على هذا نقول إن الإنسان وهو في طريقه إلى الله تظهر له الشهوات من كل باب تدعوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فعلى قدر اعتصام العبد بربه جل وعلا وتوكله عليه وخوفه من عقابه يحفظه الله من الوقوع في الشهوات. فإذا عبر المنزلة تلو المنزل، واليوم بعد اليوم، والعمر بعد العمر، والساعة بعد الساعة، حتى قرب من ساعة الموت، هذه الساعة أشبه تماما بلحظة الصائم عندما يفطر. فإن الإنسان إذا صام كلما أتاه وسواس شيطاني أن يفطر يأتيه بعث رحماني أن القروب قريب، جاء العصر، جاء المغرب، وكلما دنت الشمس من المغيب شعر ذلك الصائم أنه دنا من تحقيق مقصده. فإذا غابت الشمس وارتفع صوت المؤذن وجد أن الأمر سهلا لينا، ولم يكن ثمة حائل بينه وبين اللقمة التي سيفطر عليها. فهذه اللقمة إن كانت رطبا أو ماء أو تمرا أو غيرهما سيجدها عظيمة محببة إلى نفسه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان. ثم إن الفرحة الثانية، وهذه صورة مصغرة، تكتمل إذا أن الإنسان كتب الله له أن يعيش مثلا 80 عاما. في هذه 80 تأتيه الشهوات من كل حدب وصوب، فإذا أسلم نفسه لله وصبر مع أولياء الله الصالحين، وإذا وقعت منه هفوة استغفر، وإذا وقعت منه خطأ ندم، وإذا وقعت منه قلة عبادة في النهار عوضها بالليل، وإذا وقع منه جفا مع الناس عوضه بر والديه، وأخذ يلملم نفسه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، حتى تأتي الساعة التي لا حياة بعدها، فيشعر أن صبره آتى ثمرته، فيفرح أنه سيلقى الله وقد ثبته الله جل وعلا على دينه. فإذا قامت القيامة وحشر الأشهاد وقام العباد واشتهى الجنة لأنه عصم نفسه في الأول عما حرم الله، لم يحل بينه وبين ما يشتهيه في الجنة شيء. وإذا كان قد أفرط في الأول وضيع، ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ولقي الله يوم القيامة وقد فعل ما فعل غير مبال بأن الرب يرى والملكين يكتبان، حال الله بينه وبين ما يشتهي عياذا بالله، ولم يكن له إلا الزقوم، عاذنا الله وإياكم منها. فالآية في عمومها دعوة للمؤمن أن يصبر على طاعة الله، وأن يعلم أن الساعة آتية لا محالة، وأن أعمار الإنسان كورقة التقويم، كل يوم نقطع ورقة نأخذ شيء يقضى يوم من أعمارنا، حتى يأتي يوم كما ينتهي ورقة التقويم ستنتهي الأعمار، وسيلقى العبد ربه وسيوضع في قبره وتحل عنه أربطة الكفن، وينتقل إلى عالم آخر هو عالم البرزخ بعد أن قضى عالم الدنيا. قال الله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن الإنسان في حياته الدنيا لا يدري ما يختم به، لا يدري ما يختم له، يستعين بالله، يستعظم ذنوبه ويحتقر طاعته، ويعلم أن الله وحده القادر على أن يثبته على دينه إلى يوم يلقاه. أما ثناء الناس، الناس لا يرون إلا الظاهر، وأما قدح الناس فكل أكثر الناس أعداء وحساد، لا تلتفت إلى مدحهم
ولا تلتفت إلى ذمهم، وسل من ربك التوفيق فيها، وأكثر في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت به اعترافا، كما ناداه ذو النون ابن متى، فلم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. ركعتان في فلق الأسحار تتقرب إلى الله فيهما بقراءة القرآن، وتسأل فيهما الله جل وعلا في سجودك خير الدنيا والآخرة والثبات، وأن لا يحول الله بينك وبين ما تشتهيه في الآخرة، هذا من أعظم الكنوز والمدخرات التي تلقى بها الله جل وعلا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك، نشهد ونحاج أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار. فصل اللهم على محمد وعلى آل محمد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، وسلم تسليما كثيرا، واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك، يبتغى به رضاك ويتقى به سخطك. اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تب علينا توبة نصوحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا جلسنا نتلو كتابك ونتدارس آياتك، فاكتب لنا بها في الدنيا الشرف المزيد، وفي الآخرة النجاة في يوم الوعيد، وألحقنا اللهم بها في جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في دار الخلود. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، فثبتنا على الإيمان بك إلى يوم نلقاك. اللهم ثبتنا على الإيمان بك إلى يوم نلقاك. اللهم ثبتنا على الإيمان بك إلى يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب